السلام عليكم. وياما في بلدنا الجميلة كنوز للي يدور، أفكار للي يقدر، حكايات للي يسافر ويشوف ويحب ويعرف. ضيفتي النهاردة في باب رزق عملت كل ده وأكتر، قدرت تدور في مصر على أفكارها. كل مكان كان بالنسبة لها ملهم بناسه ودنيته وحياته، شافت وفهمت وتعلمت وحولت كل الأفكار الحلوة لمنتجات من الجلد والنحاس المشغول اللي صنع في مصر بكل حب. ضيفتي النهارده المصممه المصريه رانيا هلال. حكايتك جميله بس انا يعني هنمشيها خطوه بخطوه كده. النهارده الحلي ومن 11 سنه وبداتي انك انت تعملي لنا الحاجات الحلي الجميله المصري الاصيله بالنحاس. ايه بقى اللي بداتي ليه؟ وهل دي كانت هوايه من وانت صغيره ولا طلعت في دماغك فجاه؟ ايه اللي حصل؟ انا الحقيقه انا كنت حابه جدا ان انا اعمل حاجه بايدي، لان انا خريجه فنون تطبيقيه وكنت بشتغل على الكمبيوتر قعدت سنين، فحسيت ان انا محتاجه اعمل حاجه كده مختلفه، يعني كده نطلع شويه بره الاطار. فبدات كده بدايتي خالص كنت بجيب سلك النحاس وابدا اشكل فيه واعمل بيه تشكيلات كده عشوائيه، وطلع منها شغل، يعني طلع منها قطع حلي وطلع خواتم وطلع. يعني اول حاجه يا رانيا انت ابتديتي تجيبي السلك. أيوة. النحاس. سلك النحاس ده بيتباع فين برضه عشان اي حد عايز يبدا يجرب؟ بيتباع في حاره اليهود، بيتباع بالكيلو باسماك مختلفه، ممكن تجيبه بسمك رفيع لو عايز تعمل ايتم صغير، او سمك تخين بيتباع بقطر مختلف وهكذا، يعني بيطلع منه طري وبيطلع منه ممكن صار. تقعدي تجربي وتعملي تطلعي الحاجات اللي انت ايه اللي نفسك فيها والتصميمات الجميله. بس انت النهارده الحمد لله عندك الحلي، وهنشوف الجلود، وهنشوف الرسم بالتطريز على الجلود، وهنشوف التعشيقه اللطيفه ما بين النحاس والجلود. يعني عندنا شغل كتير جدا هنعرفه النهارده. صح. انت عندك النهارده بعد 10 سنين من العمل ورشه لطيفه في الجماليه. صح كده. اشمعنى الجماليه بقى؟ حقيقه انا قلت بقى ايه، طالما ننزل في حاجه ندخل بقى في الجد على طول. شمرت ودخلت، يعني لازم يكون انا موجوده جنب الخامات بتاعتي جنب الصنايعيه. عظيم. لازم يعني طالما هنبدا حاجه نبداها صح في المكان المظبوط. فاخترتي بقالك كام سنه عندك الورشه دلوقتي؟ داخله في 8 سنين. خدتيها دورتي وبعدين لقيتي ان في الجماليه دي مكان مناسب جنب الصنايعيه اللي ممكن يعني تستعيني بيهم في شغلك في النحاس تحديدا. مظبوط. شغاله مع رانيا بقالي 5 سنين. اتقابلت انا ورانيا في معرض تراثنا، كان اول معرض اتقابل فيه رانيا. انا شغلتي هنا ان احنا بقفل الشغل بعد الطلع، بعد ما بيجي مرحله النشر او مرحله الزنجوغراف بيجي بعدها الشغل بعد ما يدخل طلع انا بقفله. انا دلوقتي ده حاجه ده اسمه تصميم المخاطه، او اللي هو تصميم حاجات اسلاميه. انا دلوقتي بقفله، انا دلوقتي بعمل دلايه سيمبل كده، بتبقى حاجة ممكن تلبس على اكسسوارات عادية، ذهب بس، تبقى ذهب ده نحاس بيبقى محفور يدوي، وبعد الحفر بيبقى مطلي ذهب عيار 21، بعد كده بواخد طبقة عازلة عشان ما يحصلوش أي حاجة ولا يغير من أي حاجة، وده الفص اللي فيه بيبقى فص زركون طبيعي. احنا الجلود بتبقى حاجة زي كده، بتبقى في حاجة زي كده ممكن مثلا نركب لها برشام
الحاج بتاعها ده برضه يبقى جلد طبيعي بقري درجه اولى، يبقى الحاج بتاعه يدوي بقى كده بيتم الحاج عن طريق كده. بعد كده ممكن انا اركب له برشام، بعد كده بيتقفل بيروح المصنع يتقفل يبقى شنطه، بيبقى التقفيل بتاعه كل حاجه فيه بتبقى جلد طبيعي، بيبقى كل التقفيل كل الفينش بتاعه بيبقى يدوي. انا في شغل الاركت والنحاس ده كده مثلا حوالي بتاع 35 سنه في شغل في الجماليه هنا بالذات 35 سنه. في بعض حاجات دخل فيها مكن والكلام ده كله، بس سبحان الله يعني حته تعملها مكن او حته تعملها بايدك تلاقي ايدك بتبقى ليها روح ثانيه وتحس بيها بطبيعتها اكتر. طبعا انا رانيا معايا احنا بقالنا مثلا اكتر من 15 سنه شغالين مع بعضينا، ديزايناتها كل فتره لازم تتغير، يعني مش مثلا مش ثابتين على حاجه محدده. حضرتك زي ما انت شايف بتلاقي كل حاجه ليها شيء تاني، حاجات زي كده ممكن بتدقق في ابسط التفاصيل الصغيره، لا دي لازم نعمل فيها ايه، لازم نعمل فيها ايه على كده. طيب ده كلام عظيم. طيب تعالي بقى ايه يعني نروح قدام شويه، نمشي ال 10 11 سنه دول ونشوف منتجك النهارده عامل ايه. وانا عارف ان اول حاجه اشتغلتيها بعد ما عملتي الحلي سافرتي وعرضتي منتجاتك دي في باريس ولاقت نجاح كبير، يعني الحمد لله. دي مجموعه وهنشوف مجموعه تانية. ايه بقى عرفينا رانيا دي ايه؟ اعرف حضرتك على الشنطه بتاعتي. خدي انت عرفي منتجاتك، كل واحد ايه مسؤول عن حاجته. اتفضلي. دي شنطه بقى بالجلد الطبيعي، التصميم بتاعها انا اخترت تصميم يعني سيمبل علشان يعرف يبين المنتج. انا بهتم جدا ان شغل الجلد الطبيعي يكون نطلع منه حاجه فاين وتنفع تتلبس بشياكه، واحب اكد دايما على الفينيشنج ويبقى حاجه كده يعني انترناشونال. التطريز بتاعها كله معمول يدوي، معمول على خامه الدك المصريه اللي هي خامه قطن، والخيوط نفسها قطن كمان معموله يعني بقلب وبروح. التيمه بتاعتها دي تيمه النوبه، ناس كتيرة بتحبها وبتاخدها وهي مسافرة هناك. ده بيتعمل فين وده بيتعمل فين؟ أنا بعمل بقى القماش اللي متطرز ده في بنات من الجيزة من المعتمدية، هم اللي بيطرزوه. اه لأن الغرزة دي هم شاطرين فيها قوي الحقيقة. هم سيدات بيشتغلوا من البيت وبينتجوا لي المجموعة دي، وكان يعني مشروع حلو عليا لأن فعلا يعني تديهم الرسمة يشتغلوها. تيم الرسمه والالوان وكل التفاصيل والخيوط وحتى وكمان القماش الارضيه اللي هو ايه القماش الدك كمان هو كمان بيترز عليه وبيشتغلوا من البيت، وده حاجه عظيمه، باب رزق جميل. كم واحده بتشتغل معاك من البيت؟ هم حوالي 22 واحده. ما شاء الله، ده رقم كويس جدا. الحمد لله. والجلد بقى بيتعمل فين؟ الجلد بقى ده قصته مختلفه. ده جلد طبيعي. ده جلد طبيعي بجيبه من المدابغ. بروح طبعا مدينه بدر، دلوقتي اتنقلت دلوقتي مدينه الروبيكي، فبنروح هناك بختار الجلد بتاعي وبنتاكد على الدباغه بتاعته، بدبغه بالالوان حسب كل موسم، بطلع مجموعه لونيه مختلفه وبعدين بقى اجيبه، نبدا بقى في مراحل التفصيل، اختيار الاكسسوار والتجميع والفينيشنج، ودي اكتر حاجه يعني بتروحي بنفسك تشتري حاجتك عشان تعرفي بقى الحاجات تبقى اصليه وتمام وزي ما انت عايزاها بالظبط. اكيد احنا اصلا بنختار اعلى درجه من درجات الجلد علشان بنختار مجموعه لونيه معينه لازم ننفذها بيه، ما بتتحققش الا على اعلى نوع من درجات الجلد. انت عامله ماركه باسمك؟ اه باسمي. الحمد لله. باسمك. جميل جدا. والمنتجات دي انت بتعرضيها فين بقى؟ انا الحقيقه المعارض الحكوميه الاساسيه هي تراثنا وديارنا، هم اكتر معرضين الحقيقه انا معتمد عليهم، والناس خلاص عرفتنا فيهم وتجولنا هناك على طول. يعني تقعدي تشتغلي طول السنه وتنتظري المعرضين؟ اعتقد المعرض في ديارنا اعتقد بتعمل مرتين في السنه او حاجه. مظبوط. ايوه. فبتبيعي حاجتك في ببيع بالظبط، معتمد بتقفي بنفسك بقى تبيعي الحاجه؟ اكيد معايا طبعا مسؤول بالمبيعات، هي ممكن تكون متواجده اكتر مني بس لازم اكون موجوده على الاقل يوميا مش اقل من 6 ساعات مثلا، نص. عظيم. خروج تصميم جديد، ميلاد تصميم جديد، بيبدا منين وينتهي لغايه فين؟ تجارب مرحله التجارب بتاعته. انا طبعا مختاره بما اني اخترت المجتمعات المصريه كمصدر الالهام فالموضوع سهل. الموضوع كله مش محتاج اكتر من رحله لمنطقه جديده، نشد الرحال نقابل المجتمع اللي هناك. لا ازاي يعني؟ يعني تروحي مثلا الوادي الجديد، تروحي صحيح تروحي كل ده رحت الحمد لله. تروحي تقولي انا هعمل خط انتاج له علاقه بالنوبه فبتسافري؟ صحيح. تعملي ايه بقى؟ انا كان حظي حلو الاول ان الامم المتحده كانوا مختاريني ان انا مصممه للمجتمعات دي، فهم في الاول بدا الموضوع بان انا كنت بسافر لاني بعمل تدريبات للسيدات في المناطق دي. سافرت النوبه على إيه؟ حسب كل منطقه حسب هم احتياجهم ايه.
النوبه مثلا كان عندهم فعلا جلد وكان عندهم عرجون، عارف حضرتك العرجون؟ طبعا اللي هو بقى طالع من النخله، فكانوا بيشتغلوا عرجون وعايزين يطعموه بالجلد، وكانوا بيستخدموا جلد صناعي وبدرجات تقنيه مش عاليه قوي، فكانوا محتاجيني معاهم في ان انا اطلع لهم تصميمات ناجحه وارشح لهم مدرب تقني شاطر انه يدربهم ويطلع منتج جديد. عظيم. انا بحتاج الاول رحله تفقديه نتقابل فيها، الاول اروح اعمل زياره لكل معالم المدينه اللي انا رايحاها او المجتمع اللي انا رايحاه كله، من اول المتاحف للبيوت، وفي ناس بتبقى عامله كولكشنز في بيوتها كمان، يعني عامله مجمعه حاجات تراثيه من الاجداد، لازم اجمع كل ده واتقابل مع الناس واتكلم معاهم. وبعدين المرحله الجايه ان اروح بقى اجتمع مع البنات اللي هيشتغلوا فعلا، شوف هم امكانياتهم ايه. هم اللي بيبقوا جايين ولا يعني مين اللي اختارهم؟ هم بيبقوا عندهم الرغبه ان هم يتعلموا؟ بيبقوا غالبا يعني ليهم قائد، يعني هم كده بيكونوا قائد ما بينهم وحسوا برغبتهم في التدريب وبيلجأوا لاحد البرامج التدريبيه اللي بتبقى تبع اللي هي الامم المتحده التنمويه وهكذا. فخلال الرحله دي انا طبعا بكون تشبعت بالفكره عشان اطلع لهم احسن ما فيها، وبعدين طبعا خلاص ده اتجاههم وده خطهم، والحمد لله هم لقوا رواج يعني رائع وعملوا مشاريع جامده جدا. يعني الناس الفتيات الفتيات والسيدات، ها؟ أيوة صحيح. اللي اتدربوا قدروا ان هم يفتحوا باب رزق، يشتغلوا بافكارهم، يعملوا حاجات بنقدر ان اخذوا التصميمات بتاعتنا نفذوها كويس جدا بالالوان اللي اقترحناها عليهم، الوان البيئه بتاعتهم نفذوها باعلى درجه تقنيه، لو كان ناقصهم خامات او ادوات او تدريبات كل ده حصلوا عليه، بحيث ان هم يقفوا على مرحله كويسه جدا تعرف يكملوا عليها. عظيم. يكملوا بنفس التصميمات اللي انا اقترحتها عليهم. نيجي بقى للجزء بقى الخاص بيكي انت، وانت في الرحله دي او في الرحلات اللي عملتيها بعد كده، تقتبسي بقى من الايه، من ابدا من بقى البيئة نفسها. من البيئه نفسها بدا يطلع لي افكار طبعا مختلفه تماما عن الافكار اللي اوريدي طلعتها للمجتمع وهم اتحركوا فيه، لان انا ما خدتش مثلا العرجون معايا او كده، لا هو ده اتجاههم وانا اتجاهي كان مختلف. انا لما فكرت مثلا في بيوت النوبه وعايز احققها بالالوان، اول حاجه فكرت فيها ان انا اعملها بالتطريز، فبدأت أجيب خيوط. لو الكاميرا دخلت على بيوت النوبة هتشوف بيوت النوبة جميلة اهي فعلا، زي ما احنا بنحبها الحقيقة، اللي هي ملونة ألوان كده دافية وجميلة. ايوه فعلا بتعبر، كل لون فيه فعلا بيعبر عن حاجة من البيئة. من الوان النوبه الجميله احنا عندنا حاجات هنا حلوه جدا برضو، ده السكاكين بقى بتاعت في المدبغه مش كده؟ مظبوط. جلد معمول كده، فانا قلت سكاكين فقالت لي مظبوط، طلعت معايا كده يعني. ايه بقى ده ايه موضوعه؟ الموضوع بقى الحقيقه دي بقى مجموعه كلاسيك بتاعتنا، عايزين حد بيحب شغل عشان يسافر بيه سفاري، بنسميه دي سفاري كولكشن، او عندنا حاجه مجموعه كلاسيك بتاعت، فعاملين بقى جلد مميزينه بالالوان بتاعته، عاملين درجه الروز جولد دي عشان نوصل لها بندي كذا درجه، درجات الوان فوق بعض طبعا، بيتسبق بالظبط كده، وبياخد طبقات بقى، طبقات داخليه وخارجيه عشان تدي شكل النهائي جميل جدا. حتى الفينيشنج بتاعنا كله بناكد عليه بانه يكون بنفس لون الروز جولد، وكمان بنزود عليه بقى توكه شبه العقد، يعني اللي عايز يشتريها بيشتري طقم ده بيشتري معاه العقد بيعمل ستايلنج. طب تعالي نتفرج على الحاجات اللي هناك كده، اتفضلي. يلا بينا. اتفضلي. ايه بقى؟ تعالي بقى ايه نشرح كده، نبدا بالكلاسيك. احنا فين عندنا الكلاسيك؟ الكلاسيك اللي هو حتى في الاكسسوارات اللي هناك. صح كده. ايوه صح كده. حابين نعمل حاجه اسلامي، هي مقصود بيها الحقيقه انه يعني وانا بصمم العقد كان قصدي اقول بيه ان الفنون الاسلاميه بدات بالنجمه الاسلاميه والطبق النجمي، وبدا يتجرد لغايه ما وصل للفن التجريدي الحديث. ده بادئ معاكي بتصميم انت، فكره وتصميميه. التصميم. ايوه صح كده. وبعدها طبعا هندخل في مرحله التنفيذ، ده موضوع تاني في الجماليه برضو، يعني ده منتجات جماليه، خلي بالك يعني لازم نكتب كده صنع في الجماليه. طبعا معاه حاجه تاني، معاه شنطته مثلا. الحقيقه شنطته مثلا اللي احنا موجوده طبعا، اللي هي دي مثلا، اللي هي دي بالظبط. بس دي معاه اختلاف الالوان، كل واحد بقى حسب ستايله. وايه تاني معاه؟ ادي بقى مجموعه تانيه، في بقى مجموعة الفضة بتاعتنا زي كده. الله حلوة قوي قوي قوي. بحلق عبارة عن ايه بقى؟ اشرح لنا كده. برضو ادي شنطة، ادي اللون بتاعها يعني اختلفت عليه اراء، هو ما بين الفضي الفاتح والغامق.
وبرده نفس الحكايه التصميم ده بقى تصميم فني اسلامي. واللي عليه ده نحاس مطلي ولا مطلي؟ مظبوط، نحاس مطلي بالفضه. جميل. ومعاه الطقم بتاعه، ومعاه الطقم بتاعه، معانا بقى العقد بتاعه، بحاول انا افهم الحاجات دي يعني، هو على قدي بس انا بحاول افهم بس يعني شويه، انا بفهم في الصنعه بس الاكسسوارات والحاجات دي اكيد ممتعه، ستات البيوت بقى والبنات الجمال هم يفهموا فيها اكتر، لكن خلينا نشرحها لهم. في ده فرعوني ولا ده اللي هو ده الملون؟ الالوان. لا هنا بقى دخلنا على مجتمع تاني، مجتمع سيوة. بنعرف على طول الفن السيوي بفكره ايه، الالوان، الوان النخيل اللي طالعه من البلح، كلها درجات البلح في السوى المختلفه. عندنا بقى اسود. برضو انت اقتبستيها من زياراتك لسيوه. مظبوط، برافو كدا. برافو فعلا. فعامله ده دول مع بعض. ايوه صح كده. فبرضو ده ومعاه. طيب ممكن استاذنك اعرف هم دول معمولين من ايه؟ احنا بنتكلم في نحاس برضو. أيوة. وايه كمان النحاس بقى ده؟ بعد باخد طبقه طلا ذهب عيار 21، وبعد كده بنلونه بالوان بنسميها الوان المينا، وده تطريز برضو من سيوة. ايوه نفس الحكاية برضو. البنات هنا في المعتمدية هم اللي بيعملوه؟ لا الحقيقة ده تصميم مجموعة تانية اللي بتشتغل فيه. المجموعة دي متدربة على ايد بنات سيوة برضو، وعلى ايادي فنانات مصريات برضو هم اللي مدربينهم، بس الغرزة بتاعت سيوة مختلفة يعني، مش كل مجتمع ليه الغرزة بتاعته. فده بيتعمل فين بقى؟ مختلفة. بيتعمل فين؟ بيتعمل في سيوة ولا بيتعمل هنا؟ لا بيتعمل هنا. بيتعمل هنا. بيتعمل هنا. تمام. واللي جنبه نفس الحكاية برضو، متحققة بالتصميم برضو نفس الحكاية. سيوة برضو. سيوة برضو. عايزين نعرف بس مجتمعاتنا رايحة فين، جاي منين. أيوة. فين مقتبسين منين؟ مجموعة حضرتك ده مختلفة. ده كده سيوة. ايوه كلها درجات احمر وداخل معاها الاسود، وهتلاقيها برضو متحققة هنا دايما بتلف حوالين قرص الشمس، دايما قرص الشمس دايما متأكد عليه. ده ايه بقى؟ ده بقى طبق النوبة. النوبة. عارف حضرتك الاطباق اللي بتتعمل بالخوص وتعلق على بالظبط. طبعا. بالظبط كده. اللي بتعلق على البيبان كده وتعلق على البيوت من بره. ايوه صح كده. ده مقتبس منه. ده مقتبس منه، وهتلاقيه بالوان التوابل اللي في النوبه. طيب احنا نيجي بقى نقرب من هنا هنلاقي فرعوني بقى. خلاص ده خلاص فرعوني. هو واضح وصريح فرعوني. ايوه واضح وصريح. اتفضل. ايوه عندنا بقى من هو ده باسم اجنحه ايزيس. اجنحه ايزيس دايما بتعمل. هل دي رسمه موجوده فعلا على المعابد موجوده ولا الاجنحه؟ لا التصميم كله معاد تصميمها. بالظبط كده. الاجنحه دي معروفه والجعران حضرتك عارفه طبعا، وفكره ان احنا ندخل معاه الحجر. طبعا طبعا المصريين القدماء هم اللي استخدموا الاحجار قبلينا بكتير، وانا بستوحي منهم الالوان. عندنا رسومات في على في المعابد في الاقصر واسوان حاجه مذهله حتى بالوانها يعني، فارجو برضو انك انت تقتبسي منها حاجات كده، ان عندنا الحاجات الفرعوني دي اكيد بره هيبقوا مبسوطين بيها. المحفظه بتاعتها برضو يعني معمول بيها المحفظه. يبقى احنا عندنا طقم اهو على بعضه، فيها ليها شنطه ولا مظبوط؟ طبعا شنطتها. الشنطه الحمراء. ايوه جميل قوي 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 والله، جميل جدا. طيب احنا طبعا اي حد هيقول طب الاسعار ايه؟ احنا الاسعار بتتراوح من كام لكام عموما؟ اسعار من عندي اصلا بتبدا من اول حاجات من اول 150 جنيه مثلا، ده في الحليه او الاكسسوارات. بالظبط كده. وتنتهي اعلى حاجه عندي 1500 يعني، في الحدود دي. النوبه. نوبه. رجعنا بقى للنوبه. بحب انا التطريز بتاع النوبه دي والوان النوبه، حاجه بتبقى جميله جدا. شفت بقى حضرتك فكره العقد بقى اللي ماشي مع حاول اكتشف زيكم كده والله، بحاول اكتشف ايه الموضوع يعني. وفي في حزامه هنا. مظبوط. طب والله كويس، ده ايتم مهم جدا عندنا برضو. جزء من يعني الطقم نفسه مع الشنطه مع الحاجه. صح كده. اهو ادي الحزام، وادي نفس فكره المديفه متحققه مره على وقت ومره على الحزام مع معالجه مختلفه. ده مطلي برضو بالذهب. ده مطلي برضو. توكه الحزام مش مطليه، معموله نحاس ومتلونه. ده مطلي بالذهب. مظبوط. جميل جدا. وادي الشمس داخله معانا وادي الاكسسوارات دي عباره عن نحاس وبرضو مطلي بالذهب. ايوه صح كده. ودي اسعارها ايه؟ هي دي بتتراوح بقى اسعارها من اول 150 لغايه 250 حسب الذهب المطلي وحسب الحجم وحسب الطبقات اللي عليها. ذهب بس ولا ذهب ملون مثلا؟ يعني ده حاجه عظيمه جدا. أيوة. ده النوبه وبيوت النوبه، ده اصلا ممكن يتعلق على الحيطه حتى لو ما اتلبسش، ممكن يتعلق على الحيطه كده قطعه فنيه والله. جميل.
مجموعته كلها كامله موجوده، الانسيال بتاعه، الخاتم، الحلق، وده والعقل. مع مع الشنط دي، مع الشنطه بقى، مع الشال. والشال الشال ده طبعا ايه، احنا بنتكلم في اخميم طبعا، خلاص على طول بقى اخميم. شال بسكوز مين اللي مطرز؟ البنات ارض اللواء المعتمديه. المعتمديه، جميل. عندنا ايه تاني؟ عندنا الشيلان اللي ورا، عندنا الشيلان، وعندنا كمان مجموعه سانت كاترين، مش لازم ابدا ننساهم عشان يزعلوا مننا. ده سانت كاترين سينا. ايوه سينا، سينا اه، ده موضوع تاني خالص. عندنا هنا دي بالايه، بالحفر ولا بالحرق؟ ده حرق، ده حرق، ده بنعمل نفس التصميم، بنفذه بالحفر على النحاس، بيتسخن النحاس وبينزل بالضغط على الجلد عشان يحقق النتيجه دي. وعندنا حاجه هنا، ده الايه، لا ده هنا مجموعه بقى، ده هنا هنا بقى ده نوبه تجميع، وده ايه تجميع بقى ما بين النوبه، اخترنا منها رمز الحمامه وعملنا منها حلقان، وفي عندنا سيوة وعملنا منها شكل ابريق، ابريق الميه، والنوبه اخترنا منها طبق النوبه اللي بالاحمر، واخترنا زهره اللوتس، تعبير عن النماء في المصر القديم. قولي لي انت بتعملي تصميم كل موسم؟ الموسم بالنسبه لك الصيف والشتاء، نقدر نقول كده او ممكن اطلع بثلاث مجموعات في السنه، يعني ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات، جميل. المجموعه اللي جايه بقى، خلينا نروح للمستقبل ونفكر، انت بتفكري في ايه اللي جاي؟ لا حضرتك اللي اوحيتني بقى بالوادي الجديد، حاسه ان انا فعلا محتاجه ان انا اخدمه اكتر. طبعا كده طبعا، انا فعلا سافرت ورحت الداخله والخارجه، فحاسه اني فعلا ممكن اتحرك ان شاء الله من الصحراء بقى جميل. احنا من كل حته حلوه في بلدنا، وعندنا حاجات حلوه كتير قوي قوي قوي، بنقدر اننا نعمل منتجات مصريه 100% بايدي مصريه، مصنوعه في مصر ومصنوعه تحديدا في الجماليه، وما ادراكم الجماليه وحلاوه الجماليه وتاريخها طبعا 1000 سنه طبعاً وشويه. يعني انا مش عارف اقول لك، بشكرك جدا على انك نورتينا النهارده، وبالتوفيق دايما، واللي جاي احلى يعني طبعاً. ان شاء الله تبقي معانا في مرات جايه بقى، نلاقي طبعاً كمان تصميمات اخرى وافكار اخرى ان شاء الله. وكل قصه نجاح هي قصه كبيره ملهمه، تقدر تبدا وتصنع قصتك. شغل الايد محتاج ايدين كتيرة، زي ما محتاج صبر واتقان وحب واستمرار. اولنا دايما اختيار الصنعة اللي تقدر تشوف فيها نفسك، ومنها تبدأ الرحلة. كل يوم بتطلع شمس علينا، لازم نتعلم ونفهم ونمشي خطوتين لقدام، علشان يفضل شغل ايدينا باب رزق. باب رزق، كله خير وبركة. باب رزقي افتح لو قصاده اتقفلت ابواب، بس انت اسعى بقلبه ورزقك سيبه على الوهاب. رزقك في نفسك الراضيه، في ستر وصحه مش في الماء، في حرفه في كلمه او صنعه بتعملها بطول البال.
مفتوح.